باسم الإنسان الحر، باسم الإنسان الأمازيغي، أزول في اللاون، عسلامة. اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل هذه حول تأسيس حركة تغيير شمال أفريقيا، ثم تكلمنا علاش سميناها حركة تغيير شمال أفريقيا، وفي الفيديو اللي قبل هذه تكلمنا حول شعار الحركة وفسرنا علاش اخترنا هذا الشعار، الحق حق الأرض وليس حق السماء. جاتنا في الحقيقة عديد من الأسئلة، ومنها وأهمها إن قالونا شنو أهداف الحركة. في الحقيقة احنا في الاجتماعات متاعنا قبل التأسيس وبعد التأسيس حددنا 3 مراحل لتحقيق الأهداف. المرحلة الأولى سميناها الأهداف القريبة جدا، ثم المرحلة الثانية سميناها الأهداف القريبة، وأخيرا الأهداف البعيدة. في هذه الفيديو باش نحاولوا نتكلموا على الأهداف القريبة جدا. حددنا هذه الفترة بتقريبا سنة إلى سنتين إلى أقصى تقدير. هذه المرحلة سميناها العمل الافتراضي. إذن من وقت تأسيس الحركة، يعني 15/5/2015 إلى 15/5/2016 أو 2017، العمل بتاعنا سوف يقتصر إلا على الافتراضي وعلى النت. نخدم على اليوتيوب، على تويتر، وعلى الفيسبوك. على الفيسبوك عندنا الصفحة بتاعنا اللي تعرفوها أكيد، وعندنا مجموعة حليناها جديدة يعني للعامة الناس، وعندنا مجموعة نجم نقولوا احنا ما هيش ظاهرة للناس الكل ويتم فيها النقاش. هذا هو العمل متاعنا في الوقت الحاضر. باهي يعني جاونا ياسر دعوات للعمل في إطار الحركة أو كمؤيدين للحركة، تقريبا مدة الأسبوعين هذو من اللي تأسست فيهم الحركة، يعني جاونا ياسر من المطالب، تقريبا 150 مطلب للانضمام للحركة، ونحن توا قاعدين نتصلوا بهم بالواحد بالواحد، سواء على سكايب وبعضهم بالتليفون وبعضهم بالبريد الإلكتروني. نعرفوا اللي احنا ياسر ما يستحملوش البريد الإلكتروني، إذا وجدنا صعوبة في الاتصال بهم. إذا لهذا معناتها نأكدوا ان الأشخاص اللي ينضموا للحركة لازم يكون عندهم يعني تليفون يخدم وسكايب، يعني كان أمكن سكايب لأنه أسهل طريقة للاتصال، ويكون البريد متاعهم يعني يشوفوه ويطلعوا على الأخبار متاعنا، خطر احنا نجم نرسلو لهم الأخبار وشنو عملنا وشنو عملناش. الحركة متاعنا نحبوها تكون شفافة، نحب الأعضاء اللي منتمين للحركة يعرفوا كل شيء حول النشاطات متاعنا، وما نخبيو عليهم حتى شيء، ونقبلوا أي اقتراح. لهذا ياسر مثلا يسألوني أو يسألوا بعض الإخوة يقولون شنو الميزة متاع الحركة متاعكم، شنية الحاجة اللي تميز الحركة متاعكم على الحركات الأخرى. بما أنا مانيش باش ندخل في التفاصيل يعني الميزات الفكرية والأفكار الجديدة، وإنما معناتها أختصر على أشياء مهمة. المسألة الأولى هو إن حركتنا تقوم على العلم وعلى التجارب الإنسانية التي معناتها جربها الإنسان ونستفيد منها والنجم نضيفوا لها بعض الأشياء. إذن هذه معناتها خاصية موجودة في حركتنا إنها حركة علمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحركة متاعنا ماهيش حركة لا تتطور، بل حركة يمكن أن تتطور، والأفكار متاعها ديما نحو التطور ونحو التغيير نحو الأفضل. هذه معناتها خاصية من خاصيات الحركة متاعنا. النقطة الثالثة اللي موجودة في الحركة متاعنا
إنها ما عندهاش إيديولوجية قالب واحد وجاهزة، فكل فكرة وكل رأي في الحركة قابل للنقاش وقابل للنقد وقابل للتبديل. يعني لو معناتها شفنا اللي لازمنا نبدلوا الفكرة هذه نبدلوها، معناتها ما عندناش قوالب جاهزة. هذاك علاش احنا نقولوا اللي ينتمي للحركة فهو يعتبر عبارة على إنسان حر يشتغل في إطار عمل جماعي. يعني الانتماء للحركة متاعنا لا يعني أنك تلتزم 100% بأفكار الحركة، فهي عبارة على منبر حر كل إنسان يعبر على رأيه. هذاك علاش احنا في الصفحة متاعنا ولا في المجموعات متاعنا نعطيه الحرية الكلية للتعبير، ما عندناش سانسور فمتحذف إلا في حالات خاصة، هي عندما الأشخاص يكثرون الإرسال، معناتها أشياء ما يسمى بالفلود، يعني يحاولون أن يغرقون الصفحة أو المجموعة. في هذه الحالة نضطر لمنع الشخص من الكتابة. أما أي إنسان يحق له وحتى إن خالفنا 100% أن يعبر عن رأيه وأن يناقش أفكاره، إذن معناتها ما عندناش سانسور، ما عندناش منع، لأن نؤمن بالحرية الفكرية الكلية. الإنسان يحق له أن يعبر على رأيه مهما كان، ولكن بشرط أنه ما يكونش الهدف هو تخريب وإغراق الصفحة أو المجموعة. هذه خاصية من خاصية حركتنا. حركتنا أيضا أنها تقدم منبر لكل إنسان مبدع مهما كان، سواء في المجال الفني، سواء في الرسم، سواء في الإنتاج، في أي مجال كان، في أي مجال كان، معناتها الحركة متاعنا تدعم كل الأعمال الفردية. إذن احنا معناتها هذه معناتها الخاصية متاع الحركة متاعنا، احنا نحاول نبنيوها خطوة خطوة، فهمت؟ يعني بالإمكانيات متاعنا المحدودة، ولكن نحاول باش نقويوا هذه الإمكانيات باش نجموا نوصلوا الأكثر ناس ممكن. هذاك علاش قلنا لكم ان الحركه متاعنا هي في الاول حركه افتراضيه، لان زاد هذه مساله علميه انها لا يمكن ان ننزل للساحه او للارض بدون ان يكون لنا دعم افتراضي، فهمت؟ يعني هذه حاجه معناتها توا في الوقت الحاضر، معناتها الدعم الافتراضي اصبح ضروري مش كما قبل، فهمت؟ المعلومه الافتراضيه تصل بسرعه كبيره جدا، فهمت؟ والعمل متاعنا معناتها لازم يكون عنده حماية افتراضية. صحيح احنا نفكر خلال هذه السنة ان نكون جمعية باسم حركة تغيير شمال افريقيا هوني في اوروبا لكي يكون لها اطار قانوني، ونجمو نفتحو معناتها حساب بنكي، ونجمو نتلقاو المساعدات المادية اللي هي معناتها بالنسبة لنا ماهيش في الدرجة الاولى في وقت الحاضر، ولكن يجي وقت احنا محتاجين الى دعم كل شخص معناتها يؤمن بالقضية هذه. اذا هذه بصفة عامة معناتها الخاصيات متاع الحركة متاعنا، انها حركة تؤمن بالتغيير، تؤمن بالتطور، حركة غير جامدة. هذاك علاش احنا حددنا الهدف القريب جدا هو جمع اكثر عدد ممكن من الاشخاص والاحرار الناشطين على الانترنت، فهمت؟ في فيسبوك، في يوتيوب، في كل معناتها المجالات الافتراضيه، من اجل انهم يشاركوا معنا في هذا المشروع الذي معناتها نامل ان يكون مشروع تغيير حقيقي لشمال افريقيا من اجل التحرر، ومن اجل ايضا اللحاق بركاب الحضاره الانسانيه. إذا أي إنسان فهمت يشتغل لوحده يحب يشاركنا ويكون معنا، لأن العمل الجماعي في الوقت الحاضر يعني وهو ديما يعني في التاريخ لا يمكن العمل الفردي أن يصل إلى نتيجة. العمل الفردي ديما عنده الحدود متاعه ضيقة، والعمل الجماعي هو العمل الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة معناتها للتغيير وللتبديل. هذه معناتها مسألة واضحة، حبينا نجمع من بين العمل الجماعي والحرية الفردية. لهذا معناتها نعتبر الحركة هي منبر لكل إنسان حر
لكل فكر حر. عمرنا ما نراقبوا الأشخاص اللي يكتبوا على الصفحات متاعنا باسم الحركة، هناك أشخاص منتمين للحركة وعندهم اتجاهات فكرية مختلفة واعتقادات مختلفة، ولكن نعطيهم الحرية لكي يعبروا. وكان واحد من الأعضاء متاع الحركة لا يوافقه في مسألة معينة يمكن يرد عليه، يعني عنده حق الرد في النص ويقول له راني لا أتفق معك في هذه المسألة، ويعطيه الأسباب لماذا لا يتفق معه. هذاك علاش احنا ندعو أي إنسان يعني يرى نفسه معناته إنسان حركي يؤمن بالمشروع الشمال الإفريقي الأمازيغي، الهوية الأمازيغية، كل إنسان فهمت يمكن أن يساعدنا في أي مجال سوى في نشر الصفحة والتعريف بها، وأن يعزم أصدقائه لكي ينتموا للصفحة، أو حتى أنه يعمل جام، أو حتى يوزع الفيديوهات. أنا معناتها نحاول باش نحكي باسم يعني الحركة بصفة عامة، وهذاك علاش معناتها أنا مجرد ناطق الرسمي باسم الحركة، خاطر نحكي مع الكل ونحاول باش نقول الأفكار اللي متفقين عليها بصفة عامة، ولكن سوف يكون أشخاص أخرين يتكلموا على اليوتيوب ويعبروا على آرائهم. إذا أي إنسان ينجم يعاوننا سوى بالترجمة فهمت للإنجليزية للفرنسية للأمازيغية فهمت، يتصل بمسؤول الإعلامي للحركة أو المشرف العام أو المنسق العام، يعني هذوما الأشخاص ثلاثة تنجموا تتصلوا بهم معناتها سواء على الصفحة سواء على اليوتيوب، وإحنا نحاولوا باش نقعدوا باتصال ديما بالأشخاص، يعني ما فماش انقطاع. ما نتصورش واحد منكم كتب حاجة وما رجعناش عليه، ما فماش واحد أرسل رسالة وما جاوبناهش. إحنا الهدف متاعنا إنها الاتصال الدائم والمباشر. إذا الهدف متاعنا القريب جدا هو توحيد كل الأفراد الأحرار فهمت في العالم الافتراضي ودمجهم في هذه الحركة من أجل عمل جماعي دون فقدان الخصوصية لكل شخص فينا أنه عنده توجهات معينة أو أفكار معينة مهما كانت. المهم أنه يقبل الحوار ويقبل النقاش ولا يؤمن بالعنف مهما كان، ولا يكون معناتها مخرب، وإنما يكون مشجع ودافع للحركة نحو الأمام. إذن هذا هو الأهداف متاعنا القريبة جدا اللي نحاولوا باش نحققوها من هنا العام إلى عامين على حسب تجاوب معناتها الأشخاص في العالم الافتراضي، ونحاولوا إن الصفحة متاعنا تتجاوز 100,000 على الأقل، يعني باش نجموا يعني نهبطوا على الساحة ونحكي مباشرة مع الناس على الأرض على أهداف الحركة متاعنا وأفكارها. الأفكار هذه متاع الحركة باش تتكون خلال هذه السنة أو سنتين، هي موجودة كما نقولوا احنا رؤوس أقلام، ولكن كل مرة نعرفوكم فكرة من الأفكار ونطرحوها للنقاش ونشوفوا ردة الفعل متاعكم، ويتم تحويرها وتبديلها إن كان معناتها يجب أن نبدلها، وراء واحد معناتها يقدم لنا فكرة ما أحسن. هذاك علاش احنا الحركة متاعنا هي منبر لكل إنسان معناتها لكل إنسان مبدع، لكل إنسان يريد التغيير، لكل إنسان عنده أمل أن شمال إفريقيا تعود إلى هويتها الحقيقية، أن شمال إفريقيا تصبح مستقلة، أن شمال إفريقيا تلحق بركب الحضارة، أن شمال إفريقيا تصبح فعالة في الحضارة العالمية الإنسانية. إذا كل إنسان مؤمن وعنده أي مجال مهما كان ينجم يعاوننا فهمت، مهما كان احنا رانا نقبلوا كل شيء، وهي منبر معناتها الحركة اعتبروها منبر لمن لا منبر له فهمت، يعني أي إنسان يحب يعبر على في الحركة أو يقدم إبداع الأبواب دائما مفتوحة لكي تعبر ولكي تبدع، باش نوريو للعالم اللي عنا مبدعين واللي احنا نجمو ناخذوا مسؤولياتنا ونجمو نعملوا على رواحنا ونجمو نبنيو حضارتنا بعيد على كل ما يسمى الأطراف الخارجية السياسية والاقتصادية وغيرها. الآن تكلمت على أهداف حركتنا القريبة جدا يعني خلال سنة إلى سنتين، ثم نتكلم
في فيديو قادم حول أهداف حركتنا في السنوات من بعد ذلك عندما ننزل على أرض الواقع وأهدافنا البعيدة وماذا نريد أن نحقق وكل شيء قابل للنقاش. شكرا على المتابعة وما تنساوش باش توزعوا الفيديو وأنكم تشاركوا في الصفحات متاعنا والمجموعات متاعنا وأنكم تقدموا الاقتراحات متاعكم وكل رأي رانا نقبلوه. شكرا ومع فيديو قادم وبسلام.